هل حزب الله يتحمل المسؤولية في نظر اللاعبين الدوليين الفاعلين على الساحة اللبنانية؟ سيدي الكريم، اليوم حزب الله أنشأ اقتصادا موازيا وباعتراف الكل، يعني الجميع. السؤال، أنا لن أتهم، أنا يكفي أن أستعرض من يملك زمام الأمور على الحدود، على طول الحدود البرية بين لبنان وسوريا، حيث هناك أكثر من 150 معبرا للتهريب على أعين القوى الأمنية، ولا أحد يتجرأ على اعتراضها لأنه محمي من مواكبة أمنية من حزب الله، وهو تهريب متبادل من إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان. وهذه إحدى الأسباب التي أدت إلى انهيار، إلى فقدان المحروقات، إلى تهريب العملة الصعبة اللبنانية، وكلها من أموال اللبنانيين ومن ودائع اللبنانيين.